ويا هلا ويا مية هلا، شلونكم متابعيني؟ شخباركم؟ ان شاء الله الكل يكون بخير. فيديو اليوم هذا تقريبا صار له في 3 اسابيع، يعني قبل عيد الطالب، قبل 23/11. هاي طلعنا انا والمعلمات نشتري هدايا للطلاب. سبب انه اني ما نزلت الفيديو من وقت، صارت عندنا حالة وفاة. عمتي انتقلت الى رحمة الله تعالى، الله يرحمها ان شاء الله ويجعل مثواها الجنة ويرحم جميع امواتكم. هنا رحنا شارع فلسطين، احنا هذا ابني ديم شوي المعلومات واني اصور. هنا رحنا سوبر تشيكن لان احنا كنا ما متغدين، فرحنا عمود نتغدى. وهنا نشوف المينيو ودي اطلب الغدا، ننزل الغدا. طبعا اني حمودي ابني هو اللي طلب لي الغداء. وهنا اكو استراحة بالمطعم، فحب حمودي يلعب بيها، استراحة للأطفال يعني. وبعدها نزل الغداء، اجي طلبنا طبعا احنا اشياء سريعة على مود بساعة بس، يعني نسد جوعنا ونقوم لانه لازم نرجع من وقت للبيت. فهنا احتارينا بالهدايا، كلش احتارينا بالهدايا، خاصة طلاب الخامس والسادس، يعني شنو ناخذهم؟ احتارينا جنط للبنات، شناخذ؟ طبعا هنا اكو اشياء وسوالف مال المطبخ فما قدرت اتجاوزها، لازم اصورها. وبعد ما كملنا كل شي وسوقنا رجعنا للبيت الحمد لله والشكر. وهسه راح اشوفكم الاشياء وانطوني رايكم. تعالوا يلا هسه نشوف شنو اشترينا من مجمع الربح البسيط، وما اعرف شنو اسمه مجمع شنو اسمه، المهم هو الربح البسيط. الكل تندلع طبعا الربح البسيط بشارع فلسطين. عجبتني هاي الطاوة الزغيرة. هاي ما تصير بس بيضة واحدة، تصير بيها. هاي سعرها ب3000 دينار. وهذه الخشبيات كلكم يعني مستخدميها بالبيت وتجي بعدة اشكال، فجبت هذا الشكل. اني احتاجه مو على مود المعجنات يعني، فقط احتاجه مرات بالترتيب مال الاشياء، مثل هنا اخلي بي اشياء مستطيلة، كاسات لو في شي يعني مستطيل. جبت هاي مالت العجين اللي نفرد بيها العجين هيجي، بس هسه ما راح استخدمها، هاي راح اوديها صديقتي نجارة وهي يعني رسامة بنفس الوقت، فتسوي هيجي شغلات مثلا اريدها، مثلا هنا تكتب لي انايل عليها او شغلات، مثلا اشياء مثل رسم مال كيك او كب كيك يعني هيجي شي. وهاي الخشخاشة اليموني بس ما نطيها اياها يعني بعد ما خلينا نعرف نصور طلع صوت. جبت هذا الطابع مال الكليتشي، انا عندي شايفينه هواي بالقناة مستخدمته وياكم بالستوريات استخدمه دائما، عندي مربع لونه وردي. فجبت هذا، انا لقيتهم لونه وردي مدور بس قلت اريد اجيب ابيض يعني، حتى اذا انا قاعدة مثلا واريده يجيبوا لي، اقول لابني روح جيبه، اقول له روح جيب لي الابيض حتى لا ادوخه. فكرت بهاي الشغله وجبتها يعني غير لون. اشتريت هنا شيء قطر ومعطر. ها خلي اقول لكم الاسعار، هذا كان ب5000 وهاي ب1500، يعني هاي خشبها عادي من هذا عادي الخشب. هذا كان سعره 6000 دينار. راح الله وياك. ها على كيفك يا مان، لازم تحط هذا يعني يا مان لازم يعطيكم بصمة، يخلي بصمة بالفيديو. هذا كان سعره 1000، هو ب1000 يعني وين ما كان 1000. هذا اصور 2.5 بيبي باودر. هذولي سعرهم يمكن ب3. هاي قاعدة يخلوها جوا جدرية لو جوا قوري. وهذني اني بس يعني صديقتي ترجع لي خبر اذا تقدر مثلا ترسم لي او تكتب لي هنا، فهم راح يصير فد شي يعني نموذج هم حلو يصير، اذا صار هم اشوفكم اياها. وهاي يخلوها وين على الطباخ، يعني الاشياء الصغيرة انا عندي دلة اسوي بها قهوة كلش صغيرة، فدائما ابقى لازمتها هيجي عمودة توقع. فاشتريت هاي على مود اصير عليها بس شوي اصور هيك رادها تنزلها. اي والله لقيت هواي الوان، بس انا جبت لون لا على التعيين، يعني كنت دايخه كلش وتعبانه فما اهتميت للون.
عادي يعني انا عندي هواي ديكور احمر مشكله. لقيت هاي الشوكات عجبني هذا الشكل، بس ما لقيت بنفس لونهن خواشق. لقيت خواشق هواي اشكال، بس مو الاشكال اللي اريدها اني او اشكال عندي تشبهها. جبت هاي الشوكات لان كان يعني كلش عاجباتني، وهذا اللون انا ما عندي. شنو بعد جبت؟ جبت هاي طلعتها من تشيز، هاي اكسسوار هم كلش حلوة. هي هاي سعرها ب3000، يعني حلوة مرتبة زينة لا بأس بيها، عجبتنا انا وصديقتي واشتريناها. هاي سعرها 4000. اسكت يا ماما. هاي سعرها 1000 اوكي، وهاي ما تيموني هم 1000. خلي برجع هاي العلاقة اشوفكم شو جبت هدايا للتلاميذ. يعني اول شي هاي هدايا الولد، شعبتي بيه 19 ولد و16 بنية. جبنا الولد ساعات، استمتع بصوت يمان، دائما يعني كل فيديو اقول لكم استمتع بصوت يمان. يعني هي هم بيها الوان، اكو بيهن اصفر اخضر وهكذا. هاي الولد ساعات. اما البنات والله البنات حيرة، سارينا بالبنات. البنات شنو جبنا لكل وحدة سوار وسكار. هاي سكار اللي يشدوه على الشعر، هذا هيج سكارف، هذا سكارف كامل ترى بس مطبوق، يعني هيج مطبوق وما مخليه هاي، يعني هو سكارف كامل يصير مثلث يعني. وسوار، واصور السوار يتحكمون بيه يعني يتكبر ويتصغر، بس انا ما اريد اشقه فتحي لان حرام ما يخرب، اريد اغلفهن يعني اجمع كل اثنين سوا هيجي واغلفهن بورق مع الهدايا. هاي سكارفات على عدد البنات، وهاي السوارات، يعني السوارات تصير الوان مو لون واحد، والسكارفات هم الوان. هاي المشتريات اليوم من الربح البسيط، بس صدق تعبنا تعبنا على مود بس القى هديه. وهذا ابني اللي عليه يقول شوف فيهم هذا هذا سوار اليوم صنعته واحده من تلميذاتي بالصف الثالث، عندنا ورشه اليوم مال اعاده التدوير. يمان خلينا نحكي، يمان انتي الصبر خلينا نحكي. عندي اليوم ورشه بموضوع عدي تشييد الاستهلاك للصف الثالث ابتدائي، فمن ضمن هذا الدرس اكو شيء اسمه اعاده التدوير. فبعد التدوير عادة يعني انا اخلي التلاميذ يسوون في الورشة داخل المختبر شنو الاشياء اللي يريدون يتفننون بيها هم يسووها، او اعادة التدوير هم يقدرون يشتغلوا. ماما خلينا نحكي، ما يقبل يمان نحكي طبعا. فسوت لي واحدة من التلميذات وقالت لي ست لبسي، قلت لها عادي لبسي، فلبسها يعني اليوم كله طول الدوام انا لابسها كنت. وهسه ابني يقول لي ماما هذا طلعيه بالقناة شوفوا هي من يوم سويته، هذا خرز عادية مال سوارات بس اللاستيكه لاستيكه مال فلوس. وعادي انا كلش حبيت الفكره يعني ابد يعني ما استنكفت لانه لاستيكه مال فلوس وهذه، لا بالعكس فرحت لان هي ذكرتني. صح شيء بسيط وهذه، بس هم عندهم هذا الشيء يشوفوه كلش كبير، وهاي يعني بعد هم اطفال يعني. وان شاء الله يا رب المشتريات عجبتكم وذوقي بالهدايا ان شاء الله عجبكم، وكتبوا لي بالتعليقات اذا عجبكم ذوقي لو ما عجبكم. مع السلامه.